بعد أكثر من 12 عاماً على مواجهة النظام لمطالب الشعب السوري بالحديد والنار وتدميره معظم المدن والحواضر السورية وتهجيره أكثر من 12 مليون سوري، لم يغير النظام خطابه وعقليته، وما زال الأسد يتحدث عن مؤامرة خارجية تستهدف ما سماه محور المقاومة. رئيس النظام وخلال مقابلة تلفزيونية أكد لو أن الزمن رجع به إلى الوراء لاختار الحرب نفسها التي شنها على الشعب السوري وجعلت من البلاد أثراً بعد عين بدلاً من تحقيق مطالب السوريين التي فسرها بالمؤامرة. رؤيتنا كانت هي الدفاع عن المصالح السورية، الدفاع عن سوريا في وجه الإرهاب، الدفاع عن استقلالية القرار السوري. فلو عدنا بالزمن إلى الوراء سوف نبني ونتبنى نفس السياسة. وعلى الرغم من أن النظام وإعلامه لطالما روجوا لما سموه هزيمة المؤامرة وإعلانهم الانتصار بعد حضور رئيس النظام لقمة جدة وإعادة مقعده في جامعة الدول العربية، إلا أن النظام أقر بأن ذلك لم ينعكس إيجابياً على اقتصاد سوريا الذي دمرته آلته الحربية وبراميله المتفجرة. العقبة الأكبر هي صورة الحرب في سوريا التي تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية. العقبة الأكبر أيضاً هي الزمن. أنت بالاقتصاد تستطيع أن تضرب علاقات اقتصادية وتهدمها خلال أسابيع أو أشهر، ولكنك بحاجة أيضاً لسنوات لاستعادتها. فمن غير المنطقي والواقعي أن نتوقع بأن هذه العودة وهذه العلاقات التي بدأت تظهر بشكل أقرب إلى الطبيعي ستؤدي إلى نتائج اقتصادية خلال أشهر. هذا كلام غير منطقي. المنطقي عند رئيس النظام أن أسباب انتشار تجارة المخدرات وإغراق دول الجوار بها ليس هو وميليشياته العابرة للحدود، بل ما سماه الإرهاب وسماح الدول العربية والخليجية باستمراره في سوريا على حد تعبيره، في إشارة منه للمعارضة السورية ومعظم الشعب السوري الذي طالب بالتغيير السلمي وتداول السلطة. والمنطقي عند رئيس النظام بحسب محللين للقاء مغازلة الاحتلال الإسرائيلي وعدم الإساءة بأي كلمة ضده أو ضد نتنياهو وإعلانه أنه مستعد للتطبيع مع هذا الكيان إذا ما أعاد الجولان المحتل الذي يتهم والده بالتخلي عنه.